حضراتكم في حلقة سؤال النهاردة بيقول في علاقة بين خيوط الموز والتخسيس. طبعا كلنا عارفين ان الموز ده ليه فوائد كبيرة جدا في التخسيس، ازاي الناس بقى بتقول ان هو ممنوع عشان الموز ده فيه الياف، غير كده فيه فيتامينات ومعادن واملاح، غير كده فيه كالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم، دول مهمين جدا للعضلات والام العضلات والتحمل. خيوط الموز هي الخيوط اللي بين الموزة وبين قشرتها. كل الناس او معظم الناس بتعمل الخيوط دي، والخيوط دي اهم حاجه في الموزه ليه؟ لان الخيوط دي انفايربل فايبرز، يعني الياف غير قابله للذوبان. فوائدها ايه؟ الياف غير قابله للذوبان، بتزود الحرق، بتحسن الشبع، وبتحمي من سرطان القولون. فمن فضلكم لما تيجوا تاكلوا الموز لازم تاكلوا الموز بالخيوط بتاعتها، وطبعا الموز اللي خضر شويه احسن من السادة شويه. تحياتي لكم، معاكم دكتور باسم الهابط، استشاري الصحة العامة.